بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، ومساكم الله بالخير. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بالأخ العزيز والأستاذ الدكتور عبدالله النفيسي، ونشكره بداية على حضوره واستجابته لهذه الدعوة، وذلك للحديث حول موضوع مهم وحساس في نفس الوقت ومتزامن مع واقعنا ومع أحداث الأيام الراهنة التي نعيشها. فكما تعلمون، بعد أيام قليلة سوف تعقد قمة دول مجلس التعاون، وهي مسيرة خليجية ابتدأت منذ عام 1981 إلى الآن. فهناك لهذه المسيرة ماضي، وهناك واقع لهذه المسيرة، وهناك طبعا مستقبل ينتظرنا في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وبالتالي فمن حقنا كشعوب في هذه المنطقة أن نتابع أحداث هذا الإقليم، وأن نتابع هذه المسيرة بمختلف اتجاهاتها ومنعطفاتها، لما في ذلك طبعا أثر مهم في حياتنا الراهنة والمستقبلية. وأنا برأيي أن تقييم واقعنا الخليجي وتقييم أدائنا، سواء كان على مستوى رسمي أو على مستوى شعبي أو حتى على المستوى الفردي، يحتاج الكثير من الإخلاص، لأن الإخلاص هو السمة الأساسية لأن نحكم ضمائرنا وأن نحكم بالعدل على هذه المسيرة. وبالتالي فإن كل ما نطرح من ملاحظات ومن انتقادات ومن إشادة وغيرها من آراء تصب في النهاية في مصلحة الجميع. والدكتور عبدالله النفيسي ولله الحمد شخصية تتمتع بهذه الخصلة الأخلاقية وهي الإخلاص، ويتزامن هذا الإخلاص أيضا مع العلم والمعرفة والتخصص في هذا الموضوع، إضافة إلى المتابعة المستمرة. فإن شاء الله سوف يثرينا من خلال حديثه الذي نأمل أن يصل إلى عموم الناس بشكله الطبيعي وبشكله التلقائي العفوي والصادق بإذنه تعالى. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المقدمة حتى أفسح المجال للأخ الدكتور عبدالله النفيسي ليحدثنا مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن في الكويت اليوم في أمس الحاجة إلى التواصي بالحق، وبأمس الحاجة إلى التواصي بالصبر. حديثي في هذه الأمسية المباركة هو حول مجلس التعاون الخليجي، واقع هذه المنظمة الإقليمية وما نتوقع من مستقبلها. أهمية هذا الملتقى الكريم بالنسبة لي أنا شخصيا أنه يأتي في دائرة انتخابية عزيزة على نفسي، ذلك لأن أهل بيان وأهل مشرف لهم مكانة خاصة في نفسي. هذا لا يعني إطلاقا أنه عندي نية أرشح نفسي على الإطلاق، يعني خذوها بجرنتي يعني، لكن من باب الكلمة المخلصة أنه لأهل بيان ومشرف مكانة خاصة في نفسي، ما نبي منهم شيء، وأؤكد هذا الشيء يعني. لا زالت مكانتكم محفوظة.
الأهمية الثانية أنه هذا الملتقى الكريم يأتي قبل انعقاد مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت قريبا إن شاء الله. سوف أقسم حديثي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سأعالج فيه ظروف نشأة مجلس التعاون الخليجي وإطار استمراره، ذلك لأنه من الصعب أن نفهم حالة الاحتباس السياسي اللي بتعاني منه هذه المنظمة ما لم نفهم مرحلة النشأة ومرحلة الظهور والقيامة لهذه المنظمة. القسم الثاني سأتناول فيه واقع هذه المنظمة والمنطقة اللي بتحكمها. والقسم الثالث هو السيناريوهات اللي أنا أتوقعها وقد أصيب في هذا وقد أخطئ لهذه المنظمة. الحديث سيطول فأبيكم تحددوا لي يعني وقت، هل إحنا هل الجماعة عندهم استعداد للسماع وإلا عندهم مشاغل أخرى حتى نختصر الحديث؟ لأن هذا موضوع في تصوري يهمنا كثير، يعني مفترض يهمنا كمواطنين في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نبدأ بمعالجة القسم الأول اللي هو ظروف النشأة، ظروف الظهور لهذه المنظمة، متى قامت، كيف قامت، ما هي الملابسات الزمانية والمكانية التي أحاطت بقيامة هذه المنظمة، وما هي المستخلصات التي ينبغي أن نتوصل إليها للتعرف على شخصية هذه المنظمة من خلال استعراض ظروف القيامة وظروف الظهور وظروف النشأة. 79 الثورة الإسلامية في إيران. هذه الثورة أطاحت بعرش الطاووس، وبإطاحتها بذاك العرش أطاحت أيضا بنظريات أمريكية كانت تستهدي بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في البيت الأبيض. كان وقتها تحكم المنطقة نظرية نيكسون، نظرية العمودين المتساندين، وبسقوط الشاه سقطت نظرية نيكسون وأصيبت الإدارة الأمريكية بحالة من الحيرة والضياع، بحيث بدأت تبلور استراتيجيات ومنظورات ومرئيات جديدة لإعادة التحكم في إقليم الخليج. أهمية الثورة الإسلامية في إيران تتعدى سقوط الشاه لأنها
أطاحت باستراتيجيات عليا